الأربعة واثناش دقيقة على راديو ماد ترانكيلة الخمسة متاع العشية. مرحبا للناس اللي خلطوا علينا توا. دونك في ساعتنا الأخرى باش يكون بحذانا المنتج التونسي سمير القلعي. نحكيو برش عباد باش يلوم يقولوا باقي تحكيوا على نرمين صفر, وبرش عباد بعثوا لي قالوا لي ما تستدعاش نرمين صفر. انا مخممنا يذول يحكينا توا وبعديك خذينا قرار باش ما نستدعاوهاش معناتها نرمين صفر, ولكن زاد كمان فما عباد عندها حق على الفنانة هذية, وزاد ماناش نغرقوا فيها او ميم طون معناتها كل واحد عنده حق. حنوصلوا في صوت اللي هي خدمتنا وبعد العباد تحكم جوستومون. دونك سي سمير القلعي اللي هو منتج تونسي واللي عنده علاقات كبيرة في العالم العربي في الميدان الفني, دونك اللي كانت نجم تستغل العلاقات هذه نرمين صفر خلينا نقوله, وتنزيد نحكيه أكثر دي ديتاي مع سي سمير باش توصل تعمل حاجة كما قاعدة تصير في العالم العربي ما تفستيل متاحة على الأقل. هي تعمل فن استعراضي اللي موجود منه معناتها من با استعراضي اللي كانت نجم تمشي في الفن الاستعراضي. اي بون سي با فاسيل داتخ ناختيس معناتها انت استعراض ديما حتى نجلة مرة أخرى اللي كانت بحذينا كنا قلنا لها اللي كونه سي با فاسيل كونك تعمل الاستعراض, ولكن كانت نجم تمشي لبعيد في العالم العربي. دونك قضايا بالجملة مرفوعة ضد نرمين صفر لعدم التزامها بالعقد اللي يربطها بسي سمير القلعي. هذا موضوعنا اليوم في ساعتنا الأخرى في ترانكيلا. مرحبا بك سي سمير. يعيشك, مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة وشكرا راديو ميد أتاح لي الفرصة باش نحكي في الموضوع. ما فما حتى مشكلة. دونك الميدان الفني إذا كان نحن ما نقفوش مع الميدان الفني باش يتحسن على الأقل قانونيا باش كل فنان يعطي حق المنتج والمنتج زاد يعطي حق الفنان, خاطر كان جات نرمين قال ترى وين صححت عقد ما يلوم علينا هو ما مشاش قد العقد هذا يا رانا زينا زاد جات هي وحكيت على العقد في تونس عندنا قداش من الثمانينات وهم يلوموا ما فماش شركات انتاج وما فماش ناس تعاون وما فماش ناس توقف مع الفنان وتظهروا للعالم العربي سواء للسوق الداخليه التونسيه. انت هاك موجود تقول انت حاولت باش نكون موجود ولكن انا غالب الفنان ما التزمش بال غالب حاولت تكون موجود فلا بالك اختيارك غلط. والله هو مش اختيار, عملت انا ايتو دو بروجي, انا تونسي مقيم في الخارج وخدمت مع قناه ميوزيك بلاس الفضائيه لسنين في تونس. عملنا تظاهرات وحفلات بالجمله في تونس. خرجت بعد زواجي بجنبي, خرجت وعشت البرة, بعدين رجعت في عرس سمير الوافي ربي فرج عليه. قابلت مع المنتج الكبير إلي خوري وهو لازني قال لي سمير علاش ما ترجعش لتونس وراه الساحة فارغة ما فماش شركات إنتاج وما فماش حاجة تشجع الفنان في تونس وعندكم برشا أصوات في تونس وبرشا طاقات اللي يزمها تدز كما يقولوا. فهمت. حاولت باش نشد طريق باش نعمل شريك الانتاج نتاعي, عملت تي دو بروجي, قابلت برشا ناس في الميدان الفني في الاعلام في التلفزه في الصحافه. فما شكون شجعني فما شكون لا فما شكون قال لي فازي, منهم مدير قناه خاصه قال لي سمير تيش لزك, ما نحبش نذكر الاسامي, قال لي شلزك توانسه كلهم قلابه فنانين علاش تعمل في حاجه كيما هكا. قلت له انا ما حاجتيش نحب نعمل حاجه وتونسيس روحي بشويه بشويه نقعد في المخشي لوكال بعد نمشي القدام به. دونك إلي خوري قال لك عندك برشا طاقات في تونس علاش ما تخدمش, أول طاقة عرضتك نرمين صفر. طاقة رهيبة الحقيقة, مش كطاقة صدقني معناتها نرمين صفر شفتها في اليوتيوب. شفتها من دار صفر وأنا بيدي من مهدية. هذا ما خليني معناتها نخمم باش نكون معاها. قبلنا حكينا به يا بار شيء هذا ما أنت تقول أنت بنت بلادي. لا بنت بلادي صحيح لكن حاجة من الحاجات كبرودوي نرمين صفر عليها العينين. عندها البوز معروفة بالخايب بالباهي هذاك كله يتصلح. فهمت ولا لكن عندها البوز يعرفوها تغني وتعمل استعراض. انا انا نحبه اللي هي تعمل استعراض. بس نسألك زوج اسئله قبل ما ندخل في الموضوع. اسئله تقييميه معناتها تفضل. نرمين صفر تغني؟ والله ما حبيش بشرد منهم كلثوم. انا هي تغني ولا تغني وتقرا موسيقى تركب عليها كلمه فنانه او لا؟ علاش لفنانه استعراضيه؟ به
هذا تقييمك انت تؤدي مش تغني تؤدي انا تقرا موسيقى انا رايي ما با ولكن انت تقول انت في العالم العربي مش الفنانات اللي ناجحين الكل يعني راه فما برشا فنانات في العالم العربي ما يغنيوش جوستما ولكن تنجم تحت لكن كانت عندها ان برودوي لكن كانت تصلح هما فما برشا فنانين احنا في لغه الفن يسمى الاشك بش كذا اللي دعم فيه نرمين صار فهمتوا عليه فما برشا فنانين في العالم العربي قاعدين يعملوا في نفس الشيء وناجحين انا خذيت نرمين كبرودوي تعرف تقدم روحها قالت انتليجنت نرمين إنسانة ذكية برشا في خدمتها ذكية برشا وتعرف صدقني لا ترقدها نرمين تقعد للأربعة متاع الصباح للخمسة متاع الصباح وهي تتفرج في اليوتيوب وتشوف الأشياء وتشوف كيف تعمل البؤس نرمين ألهلكها وسامحني أنا رأيي الشخصي هي البؤس هي تخمم في البؤس نيجاتيف بوزيتيف نرمين تخمم في البؤس أكهو رأيي شخصي اي لا كنا مع هو كم هو كان جد هو كان نرمين صدقني تكلمني ما 3 نتاع الصباح تكلمني 4 نتاع الصباح تبدا تخمم في بؤس بس سميره وفما هكا وفما هكا وفما هكا هو من طلب البؤس سهر الليل هو قال هي خدامه هي خدامه وذكيه لكن بالذكي مش في بلاصته مش ماشي في بلاصته والله اعلم الجمهور ولا باش يقول اذكى شويه راه بدها تصطحهم ومش نفس والله انا خاطر لا خاطر ذكيه بالصوص بتاع شنو معناه اللي عملته نرمين دانيال مو ما عنديش بيه حتى صله لا لا نحكي هي ما اللي عملته نرمين الذكيه خاطر هي انت قلت ذكيه نرمين ولكن انا قلت هو قال لك ذكيه مش في البوز لكن وصل حتى البوز في ذكيره اي جوست مو هي وصلت البوز الاخراني مش جوست مو انا كيف وصلت لي حبت عليه البوز هذاك شنو تسميه اي نرمين ماري روحي بوز بعد بوز بعد ثاني يخرج عريان يعمل بوز بعد بوز حتى انا كي نخرج عريان في كورنيش تعمل بوز يحكي عليا الناس كل صحيح معناها بوز ماهوش ذكي البوز ذكي انا مش فايده في البوز مش فايده في البوز الفنان فايده في محبه الناس ليه فايده في الناس تستدعاها لافراحهم فايدة في الناس تفرح به الناس في المهرجانات تخدم عروسات تخدم الدنيا هذاك النجاح نتاع الفنان الناس كي تعبي كارتاج ما نقولوش كارتاج كي تعبي مسرح هذاك يتسمى محبة الناس اما مش الناس تبدا معناتها تقول انت نرمين صفر تلوش في لي نومبر دو فيو اكثر من لي جيم والله فما برشا فنانين هكا مش حتى كان نرمين صفر هلا كنتوا تحكوني عليه بكري من قليل عن تعمل في اليوتيوب ما نعرفش قداش في المليون وهو ما نعرفش الناس يحبوه ولا الله اعلم جستومون ساعات تشوف لي نومبر دو فيو تلقى حاجه عاليه ولكن كي تهبط شويه تشوف اللايك والديزلايك تلقى ديزلايك اكثر حتى من راهو كي تشوف حاجه مش معناها تحبها راه تنجم تشوف حاجه جوست باش امين انا كي خذيت نرمين عامل انيتود وكنت حب نصلحها وقعدنا مع بعضنا باش نصلحها وباش نعمل لها ريبيرتوار وباش نعمل لها خدمه باه لو برودوي نرمين صفر البروجي هذا اللي تشوف تشوفها ان برودوي ان برودوي ان بروجي خير من برودوي سينو ترفع بينا قضية تقول لك انا مانيش برودوي دونك خلينا نقول البروجي هذا شنو كان ينجم يكون انت كيفاش كنت تشوف فيه والله انا حسب ما حكيت مع نرمين قلنا باش نعملها ريبيرتوار خاطر هي عندها في رصيدها كان زوز غنيات اللي انا مش تابعني الغنيات هذوما عندها شق ودق وتوري نوري توري نوري انا قلت لها نرمين نعملوا ريبيرتوار ومن بعد نعملوا حاجه هيت نعملوا حاجه حلوه فهمت ديجا سجلنا زوج غنيات في ستار فويس في تونس استوديو معروف ومع موزع شاب معروف ما غير ذكر الاسامي لا مثال سي احمد شايبي فوالا وعملنا دي ريبريز عملنا كوكتيل تونسي وصورناه في جامارت فهمت ولا عملنا كليب وعملنا ريبريز نتاع كوكتيل تونسي انا صغيره وعملنا غنيه اخرى ريبريز نتاع فنانه كبيره وكنا ماشيين في التصليح قابلنا حتى بالمناسبة نشكره برشا السي سمير القلعي على اسمي ولد سيري القلعي الكمانجاتي كان باش يعطيها غنية وطنية كانت نرمين صفر باش تغني غنية وطنية كي تسمح لحمك شوك ما انت حبيت تقربها للعبد حاولت والسي سمير القلعي قالها معناتها الرصيد الموجود متاع الوالد متاعه نشجعك وغني اش تحب وانا جو سوي ا فوتر كوتي في لو طون هذاك معناتها هذاك مش الثنيه هذيا نحن سيري دار القلعي قداش عنده وعطاء اغاني لبرشا فنانين تونس قالها كان انت باش تنضاف وتشد الطريق معناتها احنا مستعدين باش نعاونوك ونقفوا معاك ونعطيوك اغاني وتمشي تسجل وتغني يا اخي شنو صار؟ مشيت الامور هكاك انا رمين معناتها قاعده تعمل الا اللي في راسها تتصرف وحدها احنا من اللي بديت تصور في الكليب صاروا اشكاليات نقول لها ما تصورش هنا لا تصور هنا ما تعملش هذيك لا نرمين تعمل الا اللي في راسها نرمين مش كاينها مش مصحته هذا الكونترا كاينها ما عندهاش كونترا اللي ليبر دو فيغ سا كالبو فهمت ولا
تعبه يس تعبه تشعبه يس كنت نجم تفسخ العقد وكاو ربي سمعنا بعضنا عن الخير هو انا صرف مبلغ مالي اه وانت ديجا صرفته خو نحكي من الاول كي لقيتها ماهيش باش تمشي انا في شهر عملت لها ثلاثه غنيات ومصور لها كليب ولتو الغنيه تستنى عند مشكروها سي نعمان الشعري في صفاقس موزع معروف انا تو نتصور فهم برشا فنانين قاعدين يسمعوا فينا ودي جون ودي تالون باهين برشا نعم عليها برشا ناس نعم عليها برشا ناس شوف كيفاش نعم عليها برشا ناس نحن اللي مستحقين الشيء هذا صحيح ما لقيناش بروجيكتور نلقاو نرمين الصفر عند الزر هذا نعم عليها برشا ناس نعم عليها برشا ناس برشا فنانين برشا يتهموك برشا حاجات اخرين يقول لك برشا ناس قالوا لي انت لهنا موجود في راديو ناس باش تعمل بوز وانا لا 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 بعيدا عن لكن ممكن زاد لكونه توعدنا من هوني لكونه نلقاوك مره جايه مع فنان شاب اللي يسحق شيء بيان سور بيان سور انا جو سوي لا بور سا والحمد لله علاقاتي في الوطن العربي مش من اليوم ديجا كنا في راديو ميد منذ ثلاث اربع ايام جمعه مع ملحن طونيا بكرم وإلي خوري انا مدير مكتب نتاعو في تونس وانا نرمين هي تعرف مش انا باش نقول الا حكيت مع اصدقاء ليا في المغرب باش ناخذ لها حتى السين المغربي باش تغني وسمعت حتى اغاني مغربيه بنمط مغربي شرقي واغاني كنا باش نتعاملوا مع الملحن الكبير جون صليبا جون صليبا باش يلحن كان نرمين صفر والله هو مو جون صليبا مش باش يلحن نرمين صفر جون صليبا عنده فنانه اسمها ميليسا اي فهمت ولا نعرفها اكيد فوالا نرمي صفر حبينا نعملوا حاجه على هوتو قلنا هاي نخدموا شويه في السوق التونسيه نصلحوا شويه الاوضاع في تونس بعدين هو السوق موجود انا قلت لك في شهر عملت ثلاثه انتاجات وصورت كليب بون الكليب مش برضايه 100% خاطر كان نرمين هي اللي تحكمت في كل شيء بريسك تهزني البلاصه تقول لي باش نصور هنا نقول لها لا كعبه لومبر كبيره ما تصورش تقول لي لا نصور اما سي سمير نحب نقول عليك في حاجه سامحني كانت كبرودكتور راه البرودكتور انا نعرف ماشي كلمته فينالمون زيد معناتها كنت تنجم معناتها تو تمبوز اكثر من هكا تعب تعب معناتها هو كبرودكتور والله انت تعرف امين هذا في دومين نجم تقول كلمتك في الاخر تقول لي انا المنتج وانا نحب ناخذ البلان هذا انا نشوف والله هزتني في الكليب نتاع انا صغيره هزتني صاله في الحفصيه باش نصوروا غادي في بالنا فهمت ولا انا بالمصاريف اللي تبعها غادي نجم نصور في عزوتيل وديجا عندي برشا اصدقائي في الوتلة في تونس وفي علاقاتي معناتها ما عنديش حتى مشكل قالت لي نصور هنا السالة كانت مش في ويذكروها الناس اللي كانوا معنا فهمت ولا قالت لي نصور لهنا قلت لها لا هنا امبوسيبل لا خاطر فما حتى الضوء معمول هكا كعبة لومبر دخل قطوسة كما يقولوا قلت لها الناس اللي تعرف تلفزة تعرف شو معناتها اومبر تعرف شو معناتها تلفزة لا نصور هنا لا نعمل هنا معناتها تتحكم هي تتصرف هي بون هذا الكل ما يعنينيش ما مش مشكلة لكن المشكلة من بعد هي تخل ببرشا بنود أساسية في العقد جوستومون توا جينا نحن للمربط الفرسقة الآخر دونك شنو اللي ما التزمتش به نرمين صفر كي انت وفرت لها هذا الكل شنو ما الاخلالات اللي صارت والله بالنسبه لنرمين حياتها الشخصيه كان باش تعري وكان باش توري حياتها الشخصيه كان باش تطلع فوق السطح هذا موجود في الكونترات وكونه تتدخل في حياتها الشخصيه مانيش باش ندخل في حياتها الشخصيه اما ليماج دو مارك نتاعها سي موني مارك معناتها تقول انت اذا كان حياتها الشخصيه تخرجها للعلن تولي تبعتك معناتها اذا كان تصور فيديو فوق السطح راهو انت تهبطوا على الفيسبوك ولا انت كمنتج كان تنفستي مع تنفستي في فنان فلوس معناتها شنو المنتج يحب محبه الناس ويحب باش يرجع فلوس فهمت ولا لكن كان الفنانه قاعده تتصرف في تصرفات معناتها ما نعرفش بوزيتيف ولا نيجاتيف هي لا تقوم لا هي ديجا كانت 50,000 في الفيسبوك ولات 75,000 ديجا زادها برشا في ثلاث ايام ما شاء الله هل هذا باش يزيد يقدم ولا باش يزيد يوخر الله اعلم اما انا كبرودكتور نتاع نرمين انا نحب باش نرجع فلوسي وباش نقدم القدام دونك شنو اللي خليك ما تقدمش قدام شنو الاخلالات اللي صاروا الاخلالات اللي صاروا اللي هي مش قاعده تسمع في الكلام شنو اللي هي تمشي خلينا نقولوا اللي هي تمشي تحضر في التلفزه قبل ثلاث ايام قبل ثلاث ايام من رمضان بروبا انا ما كنتش موافق عليها وحتى كان في الكونترا مش موجوده لان ما نحكمش في الروبا ولا ما نحكمش في الروبا معناتها هذيك سي لوماج دو مارك نتاع الفنان نتاعي اللي هي تمس المشروع نتاعي وتمس المشروع نتاعي فهمت ولا اون بلوس كو سا هي قاعده تخدم هي قانونيا ممنوع معناتها تلبس روبه مش قانونيا مش قانونيا خاطر قال لك مقدم قضيه معناتها انا القضيه والمعاينات اللي عملها ومحضر معاينات اللي عملهم اللي هي قاعده تخدم في ملها ليله ومش تعطي في اللي ممنوع عليها باش يلزمها تقسمها مع المنتج نتاعها فهمت ولا اون بلوس كو سا بلاش كونتراتو معناتها تخدم في المال هالليل
والله هذيك ما نعرفش فما هي امورها مع مالها الليل لكن هي في بالوش هي قاعده تخدم كل نهار معناتها مره في الجمعه والمنتج في باله لكن مش قاعد يخفي المستحقات معناتها معناتها هي مصحه في مع كونترات دون برشا امور اخرى دون انا عقد احتكار دانيال مون في حنا بعد كي خرج في حنا بعد اعطاها ان برودوي باش تهبطوا ما هبطتوش غنيتوا لايف مع فرقة ياسين سعيد عطيك ان برودوي انا باش طلعوا لي باش ظهروا الواحد مش تغني فيه لايف والبرودوي مسجل بورتون القانون يقول في الكونترا يقول ما عندكش حق تهبط غنية الا ما تتبث من بعد وبعد تغنيها اكيد اي دونك هذوما زوز قضايا معناتها القضيه هو بلوس كوسا عندي غنية معناتها حاضره باش تجي تسجلها انا قانونيا نحكي تو مانيش نحكي انا كسمير قال نحب ننجلها وما زلت نحب ننجلها فهمت انا قانونيا ما زلت تحب تنجلها والله كان فما قسم باش نخدموا بعضنا على ما زلت معناتها تنجم شد صحكه ولا تتصلح مش حكيت ما زلت انا العقد هو اللي يفرض عليا باش نكمل معاه خاطر عندي عامين باش نكمل معاه العقد نتصور اللي قريته انا العقد اللي كونه انت تنجم تقص في اي وقت بارك الله هي لا سي فري سي فري لكن تنجم انت فما ريزيليسيون كونترات فما تعرف فهمتك اي لكن هي دونتوليكا نارمين عامله روحها ماهيش معناتها ماضي عقد ناسي الموضوع جملة وتفصيلا حتى كي كنت انا غادي والعاد المنفذ باش نعملوا لها محضر تنبيه صح التعليق بيديها فهمت ولا وعندها خمسة ايام باش ترد وخمسة ايام باش تجي تصب صوتها في غنية نتاع الملحن الكبير سي نتاع الموزع الكبير سي نعمان شاري ما بعثتليش حتى عاد المنفذ ولا ردت دونك هذوما ثلاثة قضايا مش ثلاثة قضايا والله عدد القضايا هما عند الافوكا أي. فهمت ولا لا خلينا نعرف عدد القضايا عدد القضايا عند الافوكا انا مانيش هنا قانون انا جيت باش نحكي في لا يعني مش قانون عدد القضايا اللي رافعهم انت عن طريق الافوكا انت رافع والله انا رافع قضيه برك في الاخلال بالعقد داكور هذا اش في بالي فهمت فما قضايا اخرى يجيو باغ لا سويت بربي فهم برشا عباد تسال تقول لك منتج يصرف على فنان طب بار اكزومبل تصور فما فنانين يستاهلوا انك تصرف عليهم المليارات ميام حتى فما منجين نحكيوا كبارات معناها شركات انتاج كبير نرمي صفر قد ايش صرفت عليه والله انا قلت لك في شهر صار ثلاثة غنيات لا معناها مادية فيديو كليب بيجي نتاع المصاريف فما ليستا في الحسابات موجودة فهمت عليه وصار والله بل يكونوا صارفين معناتها قديش سوم خلينا نعرفوا معناتها قديش الفنان قد ايش صرف عليه باش يوصل والله كي نحسب الحسابات الكل فما 20,000 دينار فما 20 مليون في شهر في شهر فما 20,000 دينار به نحن خلينا نمشيو نعملوا طلع على البوب والموزيكا دونك مكملين نعملوا ترجيحه مكملين معك سي سمير القلعه نذكركم شويه اخر الكانيوت في 470 328 500 عمرو دياب جنب حبيبي وراجعين